يقول بعض السلف، يقول جنبوا مجالسنا، هذا بعض السلف، جنبوا مجالسنا يعني المجالس السلفية، جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم. عيب طالب علم يتكلم في النساء. الليلة لو كانت المحاضرة في النكاح ها كان انشراح الصدور ما شاء الله، والكل صاحي ولا حد يستعمل جوال ولا شيء. لا، السلفي لا يتكلم في هذه المسائل، في شهوة الفرج شهوة الفم، أبد. ابتعد عن هذا، ابتعد عن القيل، ابتعد عن القال.